Et sur la famille des pieds blancs, vous pensez que bon, forcément, si ce gouvernement change, si une nouvelle Algérie, les pieds blancs n'auront plus de place en Algérie. Les pieds blancs, c'est très simple. S'ils voient une conscience populaire, s'ils voient une direction politique ferme et sérieuse, ils ne peuvent que se plier à ça. Et ça y est, on aura amorcé le changement. D'accord, ils n'auront plus d'autres cartes à jouer, parce qu'ils sont capables de tout. Après, vous savez, quand on n'a plus rien à perdre, on va jusqu'au bout et ils risquent de déclencher, je ne sais pas, moi, une guerre civile. Mais riche, madame, si le peuple a une direction politique, le peuple gagne toujours. Eh bien, bien sûr, on est plus nombreux que les pieds blancs. Hein. Voilà. Donc, avec une direction politique, les pieds blancs, ils sont, si tu veux, très très malins, très intelligents. Bien sûr, c'est un background colonial de plus de 300 ans, mais ils sont pas fous. Donc, je me rappelle. Là, on est là. Donc, le Hagna, le marhala qui m'a dit le Hagna, c'est mon attaf torok. Le Hagna, ce qu'on appelle le carrefour. Il y a un choix à faire. Ça. On va situer la scène. Je vais revenir en 3 minutes. Avant le 22, il y avait Harakat Mouatana à laquelle j'ai adhéré sur demande de Mouatana, bien sûr. C'est pas moi qui ai demandé, comment les gens contactent on a. Et on a les preuves pour ça. Et on a adhéré à Mouatana Alèche parce que pour nous, du moment qu'il y a une union politique, on est pour l'union politique. Finalement, on a appelé Mouatana Tani, beaucoup de Jumaha, Wahdaz Mous, Wahdaz Farcheta, Lakhraz Mughraf. كل واحد يحوس وش ياكل بون براف طيش علينا البحر جا لو 22 اكسترا اون ا في من قبل كذا اون اي سي اورغانيزي اون ا با بي جا لو 22 قلنا بالك الناس هذا هربي بالك الناس اللي كانت في الضفه هذه ولات منا مشينا معاهم ولي زاسوليسيتي عيطنا لهم يا ولدي ارواحوا نتحدوا نطيحوا النظام هذا لان احنا نعرفوا العدو العدو هو الاقدام البيضاء انا اللي يقول الجنرالات هما العدو نقول لهم شكون اللي نحي فيهم لي مارتيان Bref. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les pieds blancs, ils sont très malins. Donc, à un moment donné, Zedna Tani Femna, Maata Tawar l'Ahdat, Yaudi Hadik Marbi Tlemmo, Mbad Femna, Bli, Jma'a, Tjbid l'Turkia, Tjbid l'Qatar, Andha Barnamj Islamawi Ferasa, bien sûr, Kingoulou, l'islamisme politique, c'est vraiment la bêtise politique. لأن الإسلام عمره لا كان سياسة الإسلام لله. تو دركا تيجي الموضوع السياسي من بعد قال بون ميسيو تا 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 قلنا يا ولدي ايه معليش حركه اسلامويه مقبوله حركه كذا مقبوله هذه مقبوله معليش كونوا وطنيين وحدويين من بعد نلقاكم تابعين ناس اخرين ونلقاكم ارهابيين ابان نفصلكم كاع ما تحققوكمش مي اثبتنا عليكم الحجه باللي انتم ارهاب انتم ما كومش جزائريين احنا الحوسو هل جزائريين على هذه الهويه كبيره بين الكرويا وبين الشعب طبقة قليلة من الشعب فهمت الكرويا وتبع فيه طبقة الكثيرة تبع في حمار دي زاد وحمار جو دير أمير دي زاد حمار دي زاد وهذاك اللي دور في أليكونت وواحد الكابران ما عرفني من وزارة تاني يعني بعد السؤال يبقى مطرح العمل السياسي تاعنا هل هو في سبيل الله ولا في سبيل مصالح خاصة هو في سبيل الله لأنه لو كان في سبيل المصالح الخاصة مع كل احتراماتي 70% تاع الشعب الجزائري يسهل النظام اللي راهو حاكمه باسكو رب العالمين قال كيف ما كنتم يولى عليكم جابوا لكم رئيس مهبول نطيون كاع يهضر كاع واش بغى واحد فيكم ما قادر يهضر تعرفوا علاه تبعتوا سلمية وسلميتنا اقوى من رصاصهم وتبعتوا واحد يقول لكم يتنحوا كاع ما ديروش ممثلين وتبعت واحد يهضر بالعربيه الفصحى ويغوت وخدوده قد نهك مي لو ديسكور نتاعو دوبل زيرو يا ريان دو كونستركتيف تبعتوا الناس اللي ما عندها حتى بنيه
برمجيه في راسها، عندها عبارات كيما قوال السوق، كيما المداح، كيما الغياط، يعجبك في السوق بصح من بعد كي تكمل وضعيتك ما تبدلتش. مثلا والله ماذا بيا نقول كلمه باسكو لا فريمون جي في لو سيستم هذا جو فو ان بو لي كيستيون. واحد يقول لي سكر جي خمر جي، واحد با والله غير جو ريبوندر مدام سامحيني. الوغ انت الطوموبيل اللي راكبها خدمها سكر جي، والدواء اللي تداوي به داروا سكر جي، والسبيطار اللي تداوي فيه لي زيكيب كل تاع سكر جي، والطياره اللي تركب فيها سكر جي، والبابور سكر جي، وانت اللي ماشي سكر جي واش درت؟ ابار افوار دي زونفون مال ايليفي خامجين مسخين كيف كيف. باسكو جون اي مار سي بتي كومونتير. دابور سكر جي مي شغلك، مي واش درت انت؟ اصلا راك عايش عند السكر جي، كي الكلب تحل فمك يعطيك تاكل، كون ما يعطيكش تاكل السكر جي تموت. واللي عنده تعليق على هذا يقولها لي. دونك يفو اريتي سا اوسي، هذا الغباء هذا. سكر جي، شي با كوا. تبعوا الافكار، تبعوا لي زيدي البنائين، تبعوا سكي سباس دون لو موند، التطور، حتى انا كان تهضر على الدين من الناحيه الدينيه، الدين نتاعك راهو غلط اللي راك عايش به في الجزائر، كلش تاعك غلط، ما راكش على دين محمد، راك على دين انسان اسمه مالك والله اسمه حنيفه والله اسمه ابو حنبل والله، بصح محمد عليه الصلاه والسلام ماكش على الدين نتاعو نتايا، نتا راك طيوان اصلا. دونك كي تهضر على السكرجي، السكرجي كلش راهو تاع السكرجي، الحديد اللي باني به دارك تاع السكرجي، والوزين اللي تخدم السيما تاع السكرجي، والدواء تاع السكرجي، وكون يخطيك السكرجي تولي تيري بلا فلاش، إلا كان لقيت الخيط باه دير لها فلاش. فوالا مدام، ما نجي سي وزاوي نوت كيستيون. نو، ما جبتش دور كيستيون مشرحناني. باه كوتي. دونك جو رومارسي الناس اللي تبعونا في اللايف هذا، جو رومارسي الناس اللي تبعونا، ماذا بينا دي رومارك كونستركتيف. الباقي بون كاين ناس تعليقات ثاني بالانجليزيه باش نقول لكم نفهم الانجليزيه ثاني ما نعلقش عليكم باسكو الكلمات طايحه والعبارات طايحه بزاف باش نقدر نطيح لك حتى بالانجليزيه وبالروسيه الا حبيت دونك بون نشكر الناس اللي تبعونا ماذا بينا الناس يتوعاو بيان سور كيما نقول ديما انا الحمير ما نهضرش معاهم الخطاب تاعي ما يهضرش مع الحمير ما يهضرش مع البغال يهضر مع الناس العقول الحيه العقول الميتة ما عندي ما ندير بها لا اليوم لا غدوة لا العام الجاي واحد ما يسحق العقول الميتة العقول الميتة أنه سيرفا ريان أبسوليمو ريان ميم أون دون دورغان تخاف ينفلونسيو لوط اللي يجي لورغان هذاك يزيدو يرجعو بغلجية هذا داكور ميرسي اي سور سو موا جو دي تحية الجزائر التاريخية تحية الجزائر الأمازيغية وتحية الجزائر الأمازيغية وتحية الجزائر الأمازيغية وحدة موحدة ترابية وثقافية ولغوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.